أنا ب يعني شخص في حياتي اليومية بحب قد ما فيي أقرأ، يعني بحب حبي للمطالعة خلاني هيك نبش ببعض الأعمال الفنية على كلمة مميزة تكون شوي مش كتير هينة، مش كتير هيك بتكون أوقات مش كتير بسيطة على السمع، تاخذ وقت لتنسمع لتنحفظ الحال. التعامل مع كاترين كان شغلة حلوة، يعني كاترين معروفة ب هيك عندها انفرادية بكلمتها وعندها شيء بيشبهها بطريقة هيك صياغة الكلمة بالأغنية. والأغنية الأغاني اللي عملتها لك بتخلق، يعني هي لحالها بتفرض حالها ووحدها توجد حالها وتجبرك تأديها وتاخذها. يعني أنا سعيد جدا بالتعامل كان مع كاترين لأول مرة، مع هشام بولس كمان الملحن اللي عندي نجاحات أغنيات الماضية. أكيد ما في شعر أكيد فأكيد التعامل أنا كثير مبسوط فيه وإن شاء الله يوصل كمان لكلاس حبيبي. Thank you. بعد انفصالك عن ستار سيستم اللي يعتبر اول البوم يصدر صحيح من مبارك جي دبليو ام شركتين، اوكي بتعتبر انه هيدا البوم هو ابنك المتلتل كما بيقولوا او المفضل او هيدا اللي شاد بظهرك فيه او هيدا اللي خلص حاطط كل مجهودك فيه او بتعتبر انه مثله مثل القبل؟ لا بعتبر كل مرحله لها خصوصيتك. يعني اليوم لما نزلت عمل لما نزلت البوم موهوم بتخيل بوقتها كان لازم يكون قلبه موهوم، يعني كل وقت له هيك عطره الخاص، يعني بتخيل موهوم بوقته حبه مكتر بوقته كل قلبه لحاله. اليوم اكيد ما في شك انه الاغاني اللي عملتها لك رح يكون واحد من المفضلين بمسيرتي لانه جاي نتيجه هيك بحسه جاي بالنص، يعني نقله نوعيه بين جوزيف يلي هيك عم يشتغل. لا مش تحدي، بالعكس انا مسيرتي الفنيه ماشي بنفس الطريقه اللي كانت ماشي فيها بالماضي مع تغيير شوي بالاداره بطريقه اداره الاعمال، وان شاء الله يكون مثل الالبومات اللي سبقوه واحسن اذا قدرت. جوزيف مصباح من عمليات اخترت الغنيه رح تصورها فيديو كليب ان شاء الله. نعم رح صور مبدئيا يعني اذا ما جاك شيء من الله رح اصور الاغاني اللي عملتها لك ان شاء الله. يعني هي اغنيه تتغير، هي جمله من اغنيه تتغير. رح يكون تصوير بسنغافور كمان كله بعده قيد الدراسه، يعني بعد ما في شيء مؤكد. ومع مخرج بهاء خزاج اللي صورت معه روح مؤخرا. ثانك يو. مبروك. انا ما بحب احكي عن الالبوم اذا ما سمعته بالكامل، بس حابه اسالك انه بالنهايه بتكون في بصمه، هل بدنا نسمعك على المدى المقبل بالاغاني الرومانسيه يلي اليوم بعتقد تنتقل اليها الساحه، او رح نضلنا نسمعك بالايقاعي؟ بالنهايه بدك تحدد، لانه بدك تحمل بطيخين اثنين هالقد تنجح فيهم بعتقد شوي صعب. قلبك وين بروح؟ بتصدقي انا جربت، يعني بلشت بحياتي الفنيه كان عندي هيك شوي هيك البدايه مش عارف ما كنت كثير عارف. صحيح اليوم بس شوي صرت امشي بحياتي الفنيه، بس لقيت الناس عم تتفاعل مع روحي ومع موهوم ومع بعد الشو وحبيت عيونك والا انت وحب مكتر والاغاني الكلاسيكيه، وتتفاعل كمان مع والك وياي والنارح يرجع وبوستك والاغاني الايقاعيه الثانيه، لقيت حالي انه ليش اذا بقدر اعطي اللونين حقهم وبيوصلوا للناس بالطريقه ذاتها والناس بتحبهم بنفس هيك بنفس الطريقه. بقى لليوم بلاقي انه وفق بين هالاثنين هو انسب شيء بقدر اعمله. ما رح تاخذ يمكن يوما ما رح تتموضع على يمكن ما ان شاء الله يمكن يوما ما لاقي انه اكتفي بلون معين او لاقي حالي انه حابب اقدم هاللون كامل مسيرتي الفنيه ممكن، بس اليوم لقى انه هالخلطه بين اللونين
من فترة انعرض عليك مشاركة بالترتيب. صحيح. وشو كانت يعني حسب خبرونا تفاجأت بشكل إيجابي يعني كأنه عندك تحفظ. لا. اوكي عرفت على حالتي. لا كان في انا عرض علي ادوار تمثيليه قبل بس بهيدا العمل بالذات كان في شويه تعليمات استفهام كمان هيك كانت نشوفها. لا ما راح يصير بس بالمستقبل ان شاء الله اكيد هلا هيدا العمل راح يصير بس بالمستقبل ان شاء الله لا اكيد العمل يعني طموح التمثيل موجود ان شاء الله كمان نلاقي الوقت المناسب وهيك الوقت اللي مظبوط لازم نمثل فيه ان شاء الله اكيد ليش لا هي الأشخاص القائمين على الإنتاج لأنه نحن بعصر اقتصادي كتير صعب وبحييكم على هالمغامرة. في أعتبر إنك أنت هلا كامباك مع شركة جديدة وشو الاستراتيجية تبعك؟ أنا إذا فيي أقول إني ماشي بنفس الطريقة اللي كنت بشتغل فيها بإنتاج أعمالي وبإصدارها يعني ماشي بنفس التكتيك اللي بتشبهني لأنه بالماضي وقت كنت كمان مع ستار سيستم كان عندي كمان رأيي وتحليلي وتجربتي كان عندهم يعني إيه كانوا لا أنت كنت أصغر بالخبرة إيه أكيد كمان أنا ومني يعني أنا كنت أعطي أفكاري ببعض المطالع كنت آخذ خطوات مني تكون موجود بطريقة ما وأكيد بالتعاون معهم وأوقات كمان كانت من قبلهم يوم لقى إنه مكمل الشغل بنفس الطريقة لأنه أنا كان عندي هالوعي الكافي إنه أقدر أعرف كيف عم تصير الأمور كيف عم تجري الإدارة بطريقة صحيحة. مبروك مرة جديدة وأنا كتير شكرا باسيون بعد اليوم إن شاء الله.